طبعا وتكس من اهم معارض الاستدامه في المنطقه وفي العالم ايضا، ومن اهم المحاور اللي بنتحدث عنها في اكسبو 2020 هي الاستدامه. ومن الاشياء اللي نحن بنعرضها واللي نحن شغالين عليها من البدايه، من بناء الموقع اللي بيصير فيه الحدث الى استضافه الحدث وما بعد، كل شيء فيه الاستدامه من الالف الى الياء. طبعا معرض اوتكس والسولار شو المصاحب لا يعتبر من اهم اللي هي المبادرات على مستوى الاماره للوقوف على احدث التقنيات والممارسات فيما يتعلق باللي هي الاستدامه، ترشيد استهلاك الطاقه والاقتصاد الاخضر. حتى الهيئه دائما سباقه في هذا المجال، من عام 2012 طبعا توجهت واخذت نهج تطبيق متطلبات الاقتصاد الاخضر، وكانت من اوائل الجهات اللي حصلت على الاعتماد الدولي فيما يتعلق باللي هو ترشيد استهلاك الطاقة وإدارة الطاقة.